كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. انتبه اشقال حبه تلك رز على التورت. الاسم الاصلي مش نحكيوا على ورده الغضبان فنانه شعبيه تونسيه اللي تصريح نتاعها وقت البارح عمل برشا بوليميك في الريزو سوسيو وحكيوا عليه برشا في البرامج التونسيه. وقت اللي سالتها زميلتنا ايمان الشيحي على علاقتها بالرجل المستقبل كيفاش تحبوا نسمعوا. انا قلبي يدق له ونحب نعيش خدامه تحت راجل تحت ساقين راجلي. نعم انا نحب نعيش خدامه تحت ساقين راجلي. نعم اش معنى؟ يعني ما نحبش نعيش رانا ناخذ راجل نحكم فيه، نحب ناخذ راجل. اما خدامه تحت ساقين راجل اي عادي مش معناها راهو عادي عادي نحب راجل انا نخاف منه، نخاف منه خدامه الاولاد هذيا نحب نعيش خدامه في لا لا بجد نعيش خدامه ما سكتوش لازمنا لا انا نحب نعيش خدامه علي خدامه عند راجل عادي يعني وين المشكل؟ يعني ما نحبش ناخذ راجل معناها كلي نحكم فيه هعمل هيك لا 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 نحب راجل يعني انا معناها بالكف اي عادي نحب نحب ناخذ راجل يضربني بالكف همش شو راح تسمع كان وهو في البرنامج شنو رايكم؟ ولا رايكم انتم؟ ولا الفكره هذه نتاع نحب راجل نحكم فيه ولا يحكم فيا معناها يا اخي بكش عاركه معناها راهو شكون يحكم هنا؟ ما برينجا يا اخي مش تعرس تحب تعرس برينجا حب نعطيكم ديفينيسيون للكف المازوشية هو اضطراب نفسي يتجسد في التلذذ بالالام 50 شيدز اوف ورد الغضبان سيبون 50 برشا ناس نقدوها قالوا ورد الغضبان مش معقول ممكن خاطر هي تفكيرها هذاك حد وسمعت في بعض البرامج دونك هذاك علاش هي عبرت بالطريقه هذه. حبيت نعمل دور على فنانات البرا فنانات عرب كيفاش يشوفوا شنو موقفهم شريك الحياه في المواقف هذه بالذات نظرتها للبرينجا مثلا واحده كيما شيرين عبد الوهاب. يعني مثلا انا احب الراجل الحمش اللي يعيش معايا لازم كده لا ما بحبش اللي هو هل هي لا مش انت مش فاهمه ثانيه واحده. انا احب اللي يدلعني احب اللي يدلعني بس في نفس الوقت لما اغلط يروح يعادلني على القبلة على طول. ما هي دي بقى طيب هي ماخذة حسام حبيب معناها قمة في الرومانسية الراجل وين الحموشية فيه؟ هذي قبل ما تعرس هذي قبل تصريحك بعد حسام حبيب يتحول في الدار أنا ما نحبش نحكي في الأمور الخاصة بعد الرايحة معناها ما عادش تحب راجل حمش ما عادش تحب برينجا تحب روحها هي حمش. وقت نحكيو على المساواة بين المرأة والرجل مثلا في الدار وفي تقاسم أعباء المنزل نجوى كرم شنو موقفها؟ ما حب حقوق المرأة تزيد عن حدها بس عم نصير بخطر أوف. وما بحب رجولية الرجل تضعف عن حدها من نصير بخطر. أنا بخاف تصير الرجال بالآخر يقوم يسهر على الولاد بالليل والمرأة تجي تقول له أنا تعبان اليوم قوم أنت عمول حليب للولد والصبح إلا شو طبختي لنا بتقول له أنا مش قادرة لأنه اليوم عندي شغل. ما ليش بعد أنا في نفس ال في نفس قولها ما يجي راجلك يقول لك ما عادش تمشي الأرابز جود تالنت في نفس العقليه العقليه هذه هي الشرقيه هذيك هي عقليتنا اما في العاده نلقاها عند الرجال بعض الرجال وقت تجي مراه وحدها في العاده نحكي لك ما تلقاها عند بعض نعرفش لان برشا رجال نعرفهم يحبوا مراه عندها شخصيه مي ما مش نعرف مش ضربيه اما ساعات يخافوا من مراه عندها شخصيه برشا رجال زاد يخافوا من مراه عندها شخصيه جنبها تمام المعقدين يحبوا مراه سميز وكل دونك هذه عقليه شرقيه حتى زاد بشريه موجوده في برشا مش كان احنا العرب ولا المشارقه ولا معناها متلازمه برينكا ما شفتش اش مستغربين معناها نحن مش مستغربين ما يوقفش حتى هنا حتى الممثله اللبنانيه نادين جيم اللي هي كانت ملكه جمال لبنان زاد كيسالوها شنو هي تسمح لبنتك وولدك كيف هما خاصه انه الدين اللي حرموا على المراه يحرموا على الراجل انت شنو موقفك نسمه لو ربي كان ابنك بعمر 18 وقال لك انا ساقيم علاقه جنسيه مع بنت بحبها شو حتقولي له؟ جو فور ات اكيد جو فور ات يا رجال تسمحي تسمحي للشاب وللبنت ما بتسمحي لها؟ ايه طبعا اكيد لانه هو رجال بالنهايه واصلا الرجال اذا ما كان عمل علاقات مزبوط وكثير عايش حياته بالنهايه بكره بس يتجوز رح يضطر يعيش حياته على الأربعين ويزعل مرته انا ما بدي يعمل هيك طب نادين بس الدين ما بيفرق ممنوع الزواج بكير للشاب عندي انا اوكي بس نادين الدين لا لطالما انت اخذتيني على موضوع الدين وعلى موضوع الايمان ما بيفرق بين رجل وامراه بالعلاقات الجنسيه ما بيقولوا للرجل انت بحق لك تعمل علاقات جنسيه مزبوط مزبوط انا معك بس بالنهايه هذا الصبي ما فيك الصبي ما بيعيبوا شيء مثل ما بقولوا
يعني الصبي بيقيم على مع مين؟ عندي زوز ملاحظات مع بنت عندي زوز ملاحظات كتبتهم بركة في مغالطات قالتهم بس ما فهمش كون يمشي لهم يقول لها عادي بدي معناها باش نمشي نعمل علاقة ولا سئلة ايه هو سئلة ما فهمش هكا تفل ولا تفل باش يمشي لهم ويسأل ثاني حاجة نحيوا لي سيكسولوج عليه يجربوا يمشي الاولاد يجربوا البنات يجربوا خويك هاو اللي انت اخترت لك وعرس في الاربعين وقت بيرفورمون وتبارك الله دونك وردة الغضبين عقلية متفشية جدا وايش هي وحدها واسمع مستشفى الراس يزيد عليا متى لازمت اسمع وبرشا يكذبوا على رواحهم يخموا كيفها بالضبط فما برشا واصواتهم عالية والمساواة والمرأة وكذا ومن داخل من داخل هكك اما هي راهي تتسمى مرأة قوية وردة غضبين باش خرجت من مجتمع بلاصة اللي هي تعيش فيها ما تقبلش المرأة اللي تغني ما تقبلش ما تراش حاجة عادية انه مرأة تخرج هي كانت قوية وكانت نجحت في الحاجة اللي تعمل فيها شكرا كريم بوزويتا العفو تكسحها هاجر تكسحها رفيق كوثر كريمة نوال بيزيد في الاعداد تكسحها